نجاح بأندنت ودسكيت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودنا تكبرات شو هي نجاح ميديا بتسبوك ولا شو بي الله شو بت يا الله رحمة النازنات كنان دقالون إن شاء الله زاري مرت كلات شو عندك أفاج هنا تاريك الله سم باربين يانو يكربو نيودا مارين يترقم إن شاء الله في اللي فتاك زيو ማቀርብላችሁ ሆነር ማለት ነው። ለነጃ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ከጎን ያለችው አንይደውል ምልክቷን መንካታችሁ እንዳትዘነጉ ኢንሻአላህ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ደስ የሚሉ ትምህርቶችን ታገኛላችሁ። ሐይቀትን ወደ ልባችሁ ካስተጋችሁት ቁርአን ጋር ያላችሁ ዓላቃ እንዴት መስተካከል እንዳለበት ኻቲማችሁስ ያማረ እንዲሆን ምን ምን ነገሮች ማድረግ እንዳለባችሁና መታያጅ ነገሮች ኢንሻአላህ የምታገኙበት ጥሩ ቪዲዮ ነው። እስከመጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ ጋብዣችኋለሁኝ። ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ደግሞ ከቪዲዮ ምን ተማርን የሚሉት ነጥቦችንም የምናነሳ ይሆናል። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ኢንሻአላህ። አሁን ኢንሻአላህ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቢስሚላህ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم هذه قصه حقيقيه ኢንሻአላህ። እንግዲህ ይህ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ ነው። ታሪኩንም የሚነግሩን ዶክተር መሐመድ ሰዑድ ረሺድ ናቸው። እንግዲህ ዶክተር መሐመድ ሰዑድ ረሺዲ የተለያዩ አረብኛ ሙዒዛዎች ሙሐደራዎችን በተለያዩ ዩቲዩብ ቻናሎች እንዲሁም ቴሌቪዥኖች ያስተላልፋሉ። ምናልባት ለዚህ ሼክ አዲስ ከሆናችሁ ኢንሻአላህ ዛሬ አስተዋውቃችኋለሁኝ። ሙሐደራቸው ካደመጣችሁ በኋላ ኢንሻአላህ ስለሳቸው ምናወራ ይሆናል ማለት ነው። ቢዝሚላህ አሁን ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን። توفى قبل فتره احد المصلين في مسجدنا، يعني يعتبر جار مسجد. هذا الرجل كان حمامة مسجد، من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى البيت. እንግዲህ ከረጅም ጊዜያቶች በፊት አንድ ሰውዬ ሞተው ነበር። ይህም ሰውዬ የመስጂድ ጎረቤት ነበሩ። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ውሏቸው ከቤት ወደ መስጂድ ከመስጂድ ወደ ቤት ነበር። ሰዎች ይህን ጥንካሬያቸውን በመመልከት አንድ ስም አወጡላቸዋል። የመስጂድ ርግብ ወይ ደግሞ ሐማመቱል መስጂድ የሚል ቅጥያ ተሰጥቷቸዋል። ይህ ለምን ሆነ እንዴት ሆነ ኢንሻአላህ ቀጣዩን እንመልከት። عندما توفى رحمه الله بدأ المصلون يذكرون محاسن هذا الرجل. ይሰውይ በመተም ጊዜ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ስለሱ መልካም ነገር ማውሳት ጀመሩ። ዱንያ ላይ ያለ ሲሰራው የነበረው መልካም ነገር መስጂድ ውስጥ ተሰብስበው ሰዎች ስለሱ ማውራትም ጀመሩ። ومما انتشر انه كان يختم القران في يومين سبحان الله ازاي ተሰበሰቡት ሙሰሊዎች ወይ ደግሞ ሰጋጆች በጣም ከሚያወሩት ወሬ ስለሱ ከሚያነሷቸው መልካም ነገሮች ይበልጥ ገኖ የሚሰማው የዚህ ሰውዬ በየሁለት ቀን ማክተም ነበር። አልፎም ደግሞ ሙሰሶ ነው ይያሉ ነበር። የመስጂዱ ሙሰሶ ነው እስከማለት ድረስ አድርሶታል መልካም ስራው ማለት ነው። سبحان الله وكان من اعمده المساجد يعني كان يطيل المكث في المسجد ياتي قبل الفجر قبل الاذان بقليل ثم يجلس الى الساعه 9 صباحا ثم يرجع لبيته ويعود على صلاه الظهر بتام يعجبال يسويه يفجر صلاه كما عزن وبفيت كدقائق وبفيت مسجد است يكنيال كذا صلاهن كسجد وهالم برو ايوطم ازو اسك 2 ساعات اسك نغات 2 ساعات درس ازو مسجد يرفع بلال قراتوچ بمقرات يتلايو نغاروچن عباداوچن بمادرك يقوي نبر برو ما ايوطم نبر وهكذا يعني اغلب وقته في المسجد. بعد ما وصلني هذا الخبر احببت ان اتوثق منه يقينا واستين لما سامن ما درج ينبر بي نجر مندنو ما طارات نبر قطعي نورمجين تكتلو كلالو فوجدت ابنه الكبير وهو رجل كذلك ما شاء الله طيب وصالح ويعني ما شاء الله فيه سمات الخير ازو مسجد است አንድ ወንድ ልጅን አገኘሁት ሱም ወጣት ነበር ማሻአላ ፊቱ ላይ ይደስደስ አለው ጥሩ ሃይባ አለው ይህ ወጣት ጥሩ ነገር አይቸበታለሁ ይላል ዶክተር فدعوته عندي في البيت في الديوان وجلست معه وتحدثت فقلت ما شاء الله الناس يذكرون والدك بخير حدثني عن والدك እኔም አቤት ይጠራሁት ስለ አባቱ ጉዳይ ለማነጋገር ሱም ጥሩን ተቀብሮ ቤት ይመጣ ከዛም እስኪ ማሻአላህ ሰዎች ስላባተ ጥሩ ጥሩ ነገር ያወሩ ነው ጥሩ ጥሩ ነገር ያወሱ ነው እስኪ ስላባተ የተወሰኑ ነገሮች ንገረኝ በማለት ልጁን ጠየቅኩት ይላል ዶክተር سكت قليلا ثم قال لي والدي يختم القران في يومين
ከዛም ልጁ ዝም ማለ ለተወሰነ ደቂቃዎች በመቀጠልም አባቴ በየሁለት ቀኑ ነበር የሚያከተመው በማለት የመጀመሪያውን ደስ የሚል ነገር አወራኝ ይላል ዶክተር منذ 15 سنة ግን የሚገርመው ነገር ሱብሃንአላህ ለ15 ዓመታት ያክል በየሁለት ቀኑ ያከተመ ነበር አባቴ በማለት الدكتور مستطعتشو سبحان الله أول ما بدأ معي بالحديث تكلم عن هذه الميزة مجمّرة من قجر وجمّرون يهم بسرات يهم دسي من ناقر بموارات نبّر سلاب باوتين ناقرين يالو قال لما كبرنا وصار يعتمد علينا سلمنا المزارع التي يملكها وتفرغ للمسجد والقرآن أباتو تشاكين برميسي قفو ይህን የሚሰሩት የነበረው ስራ ቢዝነሱ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገሮች ለልጆች ነው የሚያስረክቡት ይሄም አባት እንደልጆቹ አባት ምንድነው ያደረገው እርሻ ቦታዎች ነበሩት የተለያዩ የሚሰራቸው ስራዎች ነበሩት እነዛን ለኛ በማስረከብ ሁሉ ነገር ግፋ አቁጥቶ ወደ መስጂድ ወደ ቁርአን ወደ خير ነገራቶች ማዘውተር ጀመረ አለ ልጁ كانوا تاجر هو يعني في المزارع والزراعه وكذا ومن يومها وهو مع كتاب الله من المسجد الى البيت من البيت الى المسجد كذاش قصبت جمرو لنيا كسركبن بهالا ينقد سراون سيسراو ينبرون نجر لنيا سركبون قران لاي نو بقاولو كمسجد ود بيت نو كمسجد ود بيت نو كبيت ود مسجد نو بقاولو بمولو علاقه ود الله سبحانه وتعالى ما ترك جمر بقى تتاثر معناته سبحان الله يبهر في ملكوت الله بهذا الكتاب العظيم المعجزه الباقيه الخالده الى يوم الدين انقدي ውሉን ሁሉን ነገሩን ቁርአን ጋር ማስተሳሰር ጀመረ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን የማይሻር የማይበረዝ ወደ ሆነው ትልቁ መመሪያችን ሁሉን ነገሩን አስጠጋው ይላል ዶክተር يقول واذا مر علينا يوم من الايام لظرف معين او مناسبه معينه ووالدي انشغل وتاخر عن ختم القران في يومين يبدو ذلك عليه مباشره يحزن ويتشكى اشغلتوني اخرتوني عن ختمتي سبحان الله ميغرمو نغر بتلايو سراوچ لذينيا بيزي بمنونه بسات اسو ميسفلغباچو اغاطاميوچ بمنونه بسات انسو سراون باغواو سايسرو سيقر كقران ازناغاچوني اخرتوني اشغلتوني بقى لا ختم ينبرو نغر اندزي ادرغاچوني اندزي ادرغاچوني يوكسن نبره لدنيا سبب عدلم كاخيراو كقرانو كذكرو سلاناتغنو سلاقوارطنو بتام انتي قطان نبره سبحان الله فكان دائما يتشكى اذا تاخر عن ختم كتاب الله عن يومين كوترو بيولت كان نبر ما ختمو كذاش كمدبات كان سيزغي بتام مستو دستني دست يسمعو نبر بتام يساقق نبر سبحان الله وطبعا السنه هي الا تقل الختمه عن ثلاثه ايام ولكن هذا الرجل الله فتح عليه بهذه الكرامه وهو يعني متقاعد ومتفرغ فوجد جنته ووجد انسه ووجد نزهه سبحان الله طيب يعجبه نقل انقدي سنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم قرانا بيسوس كان مختم دس يميل نغرنا ده سنه معناتنو نغيركن هيسوي الله سبحانه وتعالى كل النغر كفتلتنا بييه ሁለት ቀን ነበር የሚያከተመው الله سبحانه وتعالى كل النغر اسايو يدنيا الجنه زيو وفقو مندن يدنيا الجنه قرانا بتكل بتدبر مقرات الله سبحانه وتعالى يفلقون نجر متكبر كذي بلطي الدنيا جنتكو من نجر يلم يوسط رحان يوسط دس يميل سميت نو ايه نجر معناتنو بزوجاتنا يلتادلوا نجر نو وجد يعني الفردوس الدنيا وجد الانشراح والسرور و يعني حدثت احد اصدقائي يعني احد الاخوه عن هذه القصه فقال لي مستحيل ان يستمر انسان بهذه الختمات الا انه وجد شيء ሚገርመው ነገር ይህን ታሪክ አንድ ጓደኛ ያጫወትኩት ይላል ዶክተር አንድ ጓደኛ ያጫወትኩት ነገር ግን ጓደኛዬ በፍጹም ሊያምኑ አልቻለም ይሄን ነገር በፍጹም አይሆን ነገር ነው እንዴት አንድ ሰው በየሁለት ቀን ያከተም ይችላል የሚል አግራሞትን በውስጡ አደረበት ይላል ሱብሃንአላህ والله مثلنا بشر يعني يحب انه ينشغل يحب انه يخرج يحب انه يعني بشر مثلنا ولكن لماذا استمر لكن دنيا سونو وسط وجوته سرا مسرات يمنيال يتلايو نغروچ مكون يتلايو نغروچ مدرك لكن دنيا سوچ ياسنيوال يانو نغر كله بماقوم نو قران لاي مشغول يهونو معناتنا سبحان الله سنين بهذا الالتزام وهذه الختمات مع كتاب الله
ለረጅም ጊዜያቶች ግን እንዴት ሊቀጥል ቻለ? ዋናው ነገር የኢባዳዎች መጀመር ሳይሆን ስቲምራር መኖር ነው። ያን ነገር ማዘውተር መቀጠል ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። እዚህ ሰውዬ ጋርም ያለው ነገር ምንድነው? ዘውታሪ ሆኖበታል። በየሁለት ቀኑ አስባችሁታል? ማክተም ማለት ቀላል ነገር አይደለምና ምንድነው ይሄን ነገር ሊሰራ ያደረገው ነገር? ሊሚለው ነገር ነው ዋናው ነገር። هذا الرجل لما استمر وجد وعرف وذاق حلاوة الإيمان وجد البستان كلنا هنا نقرنا سبحان الله يسوي بإبادة ولي استمرار بدرجة ساعات زو تاريبه هنا ساعات يقنيو نقر من دنو حلاوة جنتوال بك تفتلنا جنتوال ترطلو هون مع زاوشين ترطلو هون إنيا من ملكتاتشو إنيا لقنيناتشو لذاوش تفتلناوش السواقونا سفوال يسوي مالتنا لزامنا بي ألتو كعبادة ولي يتنكر يمتاو مالتنا. يجلس في بيت الله مع كتاب الله أو في بيته مع كتاب الله والله عز وجل يفتح عليه من المدد. هذا الانشراح يا أخوة يا أخوات هو عطاء. تككلنا يك الله سبحانه وتعالى بيتشا يميسات أقان زوجاتين ألتدل النوم يسوي يدك متدل وتال بك الله كفتل كل النقر كفتل لهنو ኛኮስ አልተከፈተልነው ቁርአንን በወር አንድ ጊዜ እንኳን ማክተም ያቃተም ማለት ነው አይደለም በየሁለት ቀንና በየሶስት ቀኑ ማለት ነው ይህ ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሚሰጥ ትልቅ ጸጋ ነው እንአላህ አላህ ይملك خزائنه اذا احبك ووجدك دائما مع الله وكرمك عز وجل ትክክል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሲወደን ሁሉን ነገር ግልጽ ያደርግልናል ሁሉን ነገር ከባድ የሚመስሉ ነገሮች በሙሉ ቀላል ያደርግልናል يفتح عليك من هذه الفتوحات الصالحون يتكلمون عن فردوس الدنيا وجنة الدنيا العارفون بالله الذين ذاقوا حلاوة الإيمان ولذة القرب من الرحمن يتكلمون يقينا عن هذه الجنة في الأرض الله بتككل يوقت يا الله سبحانه وتعالى تلك أنت يتردوت عارفوك يا الله باروش تككل يا باروش من قزيم سل الله سأقا سل الدنيا والجنة نو كل قزيم يا واروت የሚያነሱት ማለት ነው። እኛ እኮ የዱንያውን ጀነት መመርከስ ስላቃተን ነው። የዱንያ ጀነት ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ ወደፊት ኢንሻአላህ ሁን መታየት ይሆናል አዳምጥ። እነ في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره ዱንያ ውስጥ ጀነት አለ። ዱንያ ውስጥ ጀነት አለ። እቺ ዱንያ ውስጥ ያለችው ጀነት መግባት ያልቻለ ነገ አኺራ ውስጥ ያለው ጀነት መግባት አይችልም። ዱንያ ውስጥ ያለው ጀነት ምንድነው ካላችሁ አዳምጥ። كلما زاد قربنا من النور كلما شعرنا بالسعادة والانشراح والأمان والانبساط من قزيم ودى الله سبحانه وتعالى بتتقان ساعات من قزيم ودى الله سبحانه وتعالى لباشنن كل نقراشنن بس تتقان ساعات الله سبحانه وتعالى دستان وستاشن بحسيتي مولا البقى كواترو بتلي قنزب سناقين دستلي لن يشلال سناقبا دستلي لن يشلال سنورد دستلي لن يشلال كذا ببلت أقن ودى الله سبحانه وتعالى سنتقى وساتين بحسيتهم ولا دسي لنا بكا كمن قديهم ببلده ويسترسل معي هذا الابن يقول بعد وفاة والدي تفاجأنا أن عنده تبرعات وصدقات وكفالة أيتام في أكثر من لجنة خيرية والله ما ندري عنها يسوي يبا متسعات دنيا الانجليزي سلسو ما نميك عن نبارم ميساراتشون خيسراوش كتلايو شركاوش كتلايو يايتاموش من رداجل ስላዩ መስል መስል ተበረው ድርጅቶች ውስጥ ሊንክ ነበር ያስተሳሰረው ነገር ነበር ይረዳ ነበር ሰደቃ ያወጣ ነበር ያን ስራውን ግን ሲሞት ብቻ እንጂ ከዛ በፊት ማንንም የሚያቀል ነበርም ልጁ ነው ይሄን ታሪክ የሚያወራው يقول في ايام حياتي كانت تاتينا ارزاق يحلف بالله انها من حيث لا نحتسب سبحان الله ምንድነው ያሉት ዶክተር ብዙ ጊዜ ርዝቅ ይመጣልን ነበር ምሎ ነው የሚነግረን ይሄ እርዝቅ የመጣው እኔ ከማላቀው ቦታና ምንም ማላቀው በማላቀው ምክንያት ነበር የሚለን ሱብሃንአላህ አስባችሁታል እኛ ለፍተን ዋስተን አታለ ሊሆን ይችላል ዱንያ ላይ ብዙ ገንዘቦችን የምናካብተው ይሄ ሰውዬ ግን ከየት እንደመጣ እርዝቁ ሳይያቅ አላህ ሱብሃንአላህ ይርዝቀው ነበርቀ ወደ አላህ ሱብሃንአላህ ስለተጠጋ خير ነገራቶችን ስለሰራ ብቻ አላህ ይርዝቀው ነበር ሱብሃንአላህ يفتح الله على ارزاق والده يعني ببركات ونحن نعلم يقول نحن نعلم انها من بركه والدي من بركه هذه العباده ينقل
ልጁ ማለት እናቀ ነበር አባቴ በሚያደርገው ዱዓ አባቴ በሚያደርገው ኢባዳዎች ነበር ይህ ርዝቅ ይመጣልን ብለን እናምን ነበር وهذا القران يحدثني هذا الابن يقول اختي قبل وفاه والدي بيومين قالت رايت جدتي في المنام سبحان الله اهتي يلال اهتي اباتي كمموتو كولت كان بفيت جدتين وي دمو اياتين ايتشات نبر تلالچلات فقلت لها يا جده ابوي وين قالت في النعيم صام من تلالچ اباتي يت نو بيي طيقوات لجدتي لاياتي بلا تطيقالچ اهتو معناتو سبحان الله ጀነት ውስጥ ነው ጸጋ ውስጥ ነው ያለው ብላ መለሰችልኝ አያቴ ስላለች እህቱ ሱብሃንአላህ في النعيم بعدها عمل هذا الوالد حادث وقت الظهيره وتوفاه الله عز وجل ሱብሃንአላህ ይሄን ህልም ካየሁ በኋላ አባቴ ድንገተኛ አደጋ አጋጠመውና ወደ ሆስፒታል ገብቶ ህይወቱ አለፈ ትላለች يقول عندما ذهبنا الى المستشفى اما يعني مسكني المسعف وقال لي ما شاء الله والدكم يعني من يوم شلناه وحالته صعبة يكرر علينا الصلاة الصلاة سبحان الله عباتاتشو ما شاء الله بتقام دس يميل نقر نبرا ينبت بلونا الدكتور وشو إلى الهوسبيتال وستماتن ولا لجو سين نقر من دلنو إني عند ذات النروارات ورزي ورزي سنل عباتاتشو الصلاة الصلاة صلاة صلاة نبر تريو زال قاله هونو بتقام عدقنيا من إمرجنسي كلاسوس قبتو ماتنو سبحان الله تاخرنا على الصلاه تاخرنا على الصلاه زقيين كصلاه زقيين كصلاه نبر مرددوا ميدغغموا قال يا عمي حالتك صعبه يقول ان شاء الله لاحقين خير نصلي بعدين نروح خلوني اصلي ليه لو نغبي زقي سجدن ورقطاو ومتادرغولين حكمنا نهدالن نبر ملسو سبحان الله جلس يكرر الصلاه 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 الى ان يعني توفاه الله وهو قلبه معلق بالصلاه እስኪሞት ድረስ ይችን ቃል ሲረድር ነበር አሶላት አሶላት እንስገድ ንስገድ የሚተዋን ቃል ነበር የሚከረረው በዚችውን ቃል ነበር የሞተው ሱብሃንአላህ هذه من القصص الواقعيه التي رايتها يعني وحدثني بها اهل المسجد الثقات እንግዲህ ይህ ታሪክ ይላሉ ዶክተር ይህ ታሪክ እነተኛ ታሪክ ነው የመስጂድ ሰዎች ከነገሩኝ ካጫወቱኝና ከተመረከትኩት ታሪክ ነው ያካፈልኳችሁልና لذلك يقول اهل العلم انما يرفع البلاء ويدفع البلاء والعقوبات عن الامم والقرى بهؤلاء الناس الذين يحبهم الله عز وجل تكفك حقنا والله انجدي انيا ماهبرسباتشلا يالوت بلاءوچ يمطبن يالو بلاء يهن يشلال يمطبنن بلاء مينساو بنزي طرو سرا بسرو يا الله سبحانه وتعالى باروشنو انجي انيا ملكام سرا سرتن ادلم ብዙዎቻችን ወንጀል ላይ ነን ያለነው ብዙዎቻችን ጥፋት ላይ ነን ያለነው ብዙዎቻችን ሐሚት ላይ ነን ያለነው ነገር ግን በእነዚህ ባሮች ምክንያት ነው በላይ ተነሳልን ያለው እርዝቅ እየመጣልን ያለው ለዚህ ነው አህሉል ኢልሞች ወይ ደግሞ የውቀት ባልተቤቶች ይህችን ቃል ተናገሩት አሁን ይነግርኳችሁ نحن طبعا لا نزكي على الله احدا ولكن نحكم بما يعني نشاهد جلست مع احد اصدقائي فقلت له هذه القصه انه يختم في يومين ومشهود له بذلك فقال كيف مستحيل صعب نقدني هين تاريخ نغركوت يا دكتور بفصم ما هون نغر نو بلا بقى راسون اسمنا دي ليندت ليون يخلال ديت ليون يخلال عند سو ديت بيي هولت كنو لا ختم يخلال يمين كركر انسابين يلالو فقلت ما رايك ان نجرب الان لمن انا موكرون بييني دمو حساب اغرا هولت يا دكتور نموكرو بقى نجربو يي نغر لما رغاغت مموكر علبن سلازي موكرو الكوت انا اقرا صفحه كامله من المصحف بقراءه الحدر قراءه يعني السهله السريعه انجلي بقراءه الحدر بميبالوا اقرار اني عند كز قرالهون انت دغمو بسلكه تايمر وي دغمو دقيقات يزاله انجلي باند صفحه من ياكل دقيقه اندي مستبيني انا يوالن كذا نبازوالن وانت بتليفونك سجل الوقت فبدات القراءه وبدا يسجل معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير جدي سورة التبارك يمجمرون صفحة عن دونجز مولون كما جمرس كما جرش درس كاروت ديك أو منعك لو سري ملكتنا وبدأت أكمل بهذه السرعة بالقراءة انتهيت كم أخذت منك وقت؟ قال أخذت مني دقيقة واحدة سبحان الله እንግዲህ ሳቸው ይሄን አንዱን ገጽ ቀርተው ምን ያክል ደቂቃ ወሰደብኝ ብለው ጓደኛቸውን ጠየቁት ጓደኛቸውም አንድ ደቂቃ ነው ወሰደው ብሎ መለሰላቸው فبدأنا نحسب እንግዲህ ማሰብ ጀምር ወይ ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ ጀመር ይላሉ ዶክተር እኛንም እዚሁ እናስተባውለን አብረን القرآن الكريم كامل تقريبا 600 صفحة القرآن አጠቃላይ ሙሉ ገጹ 600 ገጽ ነው ሙሉ በሙሉ ማለት ነው يعني لكي اختم القرآن احتاج 600 دقيقة አጠቃላይ ቁርአኑ በዚህ አቀራር ለከሳቸው በቀሩት አንዱን ገጽ በአንድ ደቂቃ ከቀሩ ሙሉ ለማክተም 600 ደቂቃ ያስፈልጋል ማለት ነው لأن الصفحة تأخذ مني دقيقة واحدة نصف القرآن 300 دقيقة ስለዚህ ግማሹ ቁርአን ግማሹ ገጽ አጠቃላይ 300 ደቂቃ ይወስዳል ማለት ነው ግማሹ ለመጨረስ ማለት ነው طيب ال 300 دقيقة تعادل 5 ساعات يا قران قماش بكم استر مجرس 5 ساعات يوصل معناته بزي هكايد سبحان الله ما هو شيء مستحيل او مستكثر او معجز لا طبيعي الوضع من معجز عدلهم وي دمو ليلا نجر عدلهم يميون نجر نو قدنياو كبدني وي دمو ايهونم يالو نجر بتككل زيو استاذ يارغاغطبت نو معناته فكلام الرجل فعلا يعني منطقي جدا اسامن يهوننا اونتنيا يهون نجر نو سويو يموتوا سوية الله يرحمونا يدرقوا نقر بعدها بفترة جلس مع أحد الأخوة الصالحين كذلك وحدث عن هذه القصة فقال لي اسمع شيء حصل لي أنا شخصيا عندهم ليلة قد دنيا قربهم هون هين تاريك سنة نقر كت أجعوت كت يلال أني دمو سمعين عند تاريك لا أجعوته برو قد دنيا ينقرين يلالو دكتور يقول يوم الأيام كنت في المدينة المنورة في الروضة النبوية سبحان الله ثلاثه عند كان النبي صلى الله عليه وسلم قبر ميكنيبت مدينه وسط نبركون يلال فقلت اريد ان اعمل عمل يعني في هذا المكان عمل صالح زي وتا كتغنيو هايقر بتام ليت ياله كسكزاري ليت ياله عباده ما ادري افلقالو ملكام سرا مسات افلقالو بي اسوق يلال لغوادنياش تاريخ ينقرو فقررت ان اختم القران في يوم كامل عند كان ቁርአን ማክተም አሰብኩኝ በቃ መልካም ስራ ነው ብዬ ተመኘሁት እዚህ ቦታ ደርሼ መዲና ደርሼ ፊጅዋሪ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሆኜ ለምንድን ነው ቁርአን ማክተም ማለት ነው ብዬ አሰብኩ ይላል فابتدأت من بعد صلاة الفجر واسترسلت في القراءة الى ان حان وقت الغداء የምሳሳት እስኪ ደርስ ድረስ ምን ሳላቆም መቅራትን ተያዝኩት ذهبت قليلا تغديت ورجعت مباشرة ምግብ ለመመገብ ወጣሁኝ تملشي بزوت القران لا تملسكني لمسا معناته يقول وكملت الى بعد صلاه العشاء بساعه او ساعتين انه ختم القران كاملا في يوم واحد سبحان الله قران باندكن بزي هكايد اختمكني لا غدنياچو تخيل سباچو ترى لذلك اذا قرات في كتب السلف كان يختم القران في يوم صدق هذا الكلام لنا من يقبل هي النغغر بسلفوش كتابوش لا يتلايو قدمت ደጋግ ያላህ ባህሮች ሲናገሩ ቁርአንን በሁለት ቀን በሶስት ቀን በአንድ ቀን አከተምን ሲሉ ያናምን ይችላል ግን የሚታመን ነገር ነውና አንድ ሰው ያንን ነገር ታትሮ በቃ ተክቶ ካደረገው የማይሳካ ነገር የለም በፍጹም اننا لا اقول لكم نختم القران في يومين ولكن نجعل على الاقل كتاب الله في حياتنا اليوميه مهما كانت عندنا اشغال لن نعجز ان نقرا من هذا الكتاب الكتاب العظيم القرآن الكريم يثبت الله به المؤمن من أعظم أسباب الثبات في الفتن وحسن الخاتمة التعلق بكتاب الله منم بيزي بالنهون منم بسراوش بنتشانكم بولات كان أختموا لاتشهم لن يالي كابدن يتشال هنا كسالة لأمرنو بتشالنا كمكن بسامنت ليون يتشال بور ليون يتشال بشا بمن شواء كمكن قرآن لما أختم
መታገል መጣር እንዳለብን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይላል ዶክተር። ለኻቲማችን ማመር፣ ለህይወታችን መስተካከል፣ ለሁሉ ነገር መስተካከል በቃ በዋነኛነት ቁርአን አሁንም እኛ ጋር መተሳሰር አለበት። እኛ ቁርአን እንፈልገው ይገባል። ከቁርአን ጋር ያለን ወደኝነት አላቃ ይበልጥ ልናጠናክር ይገባል። ያን ስናደርግ ነው ከፊትናዎች ከተለያዩ ነገሮች መውጣት የምንችለው መላቀቅ የምንችለው ይላል። قصص مواساة تعليم تثبيت تصبير حكمة يلهمك الصواب سبحان الله يسكتن يتلاوي تمرت ميستمر نجر يوقت تنطق من ناغني قران لا بيتشانا بيتشانا يعطيك البصيرة. هذا الكتاب العزيز، هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، من تعلق به فاز ورب الكعبة، من تعلق به عاش سعيدا في الدنيا والآخرة. እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የጋበዝኳችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ዛሬው ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ዶክተር መሐመድ ሰዑድ ረሺዲ ጥሩ የሆነ አስተማሪ ቂሳ ታሪክን ነግረውናል። ከዚህ ታሪክ የምንማራቸው ጭብጦች ወይ ደግሞ ከዚህ ታሪክ የምንወስዳቸው ወሳኝ ፍሬዎች ምንድናቸው? እኛ ሰዎች ቁርአን ጋር ያለንን አላቃ ማስተካከል እንዳለብን፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኻቲማችንን እንዲያሰምርልን ከፈለግን ልክ እንደሟች ሰውዬ አላህ ይርሐሙና ለወንድማችን እንዳባታችን ቁርአን ጋር አላቃችን ማስተካከል አለብን። መሳጅዶች ጋር ያለንን ግንኙነት ማስተካከል አለብን። ምንም አሁን ያለው ጊዜ መስጂድ ማስጊድ ቢሆንም ኢንሻአላህ ይህ በሽታ ከተነሳ በኋላ ግን ከቁርአን ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ የሆነ ከመስጊድ ጋር ያለው ግንኙነት ጥሩ የሆነ መሆን እንዳለበት ታሪኩ ያስተምራል ማለት ነው። ሌላኛው ታሪክ ምንድነው? እኛ በዲናችን ላይ ኢስቲቃማ ሲኖረን በዲናችን ላይ ጥንካሬ ሲኖረን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛ ምንለፋበት የሆነውን የዱንያ ጉዳይ ሀጃችንን ያሳካልና ማለት ነው። ሁሉ ነገር ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማስጠጋት አለበት። ያ ሰው አላህ ጋር ያለውን ግንኙነት ማስተካከል አለበት። ሰዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ማስተካከል አለበት። ያኔ ርዝቅም ይመጣለታል፣ ሁሉ ነገር ይመጣለታል ማለት ነው። ግን ዱንያ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ነገር አይመለከተኝም ብሎ መቶ የለበትም። ሙእሚን አኺራም አይመለከተኝም ብሎ መቶ የለበትም። የአኺራውንም ጉዳይ መያዝ አለበት፣ የዱንያም ጉዳይ መያዝ አለበት። ያኔ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ኻቲማችን ያሰምርልና ማለት ነው። ኢንሻአላህ በሐላል ከስብ ተጠናክረን አላህ ስብሐነ ወተዓላ በሚፈልገው መንገድ ከተጓዝን ዱንያችንም አኺራችንም ያምርልና ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ቀጣይ ተከታታይ ፕሮግራም ይኖረናል በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ። ፕሮግራሙ ከወደዳችሁት ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ኢንሻአላህ ልክ እንደዚህ አሪፍ ጣፋጭ የሆኑ ፕሮግራሞችን እንደዚህ እየተረጎሙ ካቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አስተያየት ላይ አስቀምጡልኝ። ከወደዳችሁት የሚስተካከል ነገር ካለ ኮሜንት ቦታ ላይ አሳውቁኝ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ለነጃህ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ የትርጉም ዳዕዋችን ተጀምሯል። በዚህ መንገድ እንቀጥላለን። ደስ የሚሉ በጣም ጣፋጭ የሆኑ ታሪኮች፣ ዳዕዋዎች፣ ሙሐደራዎች እንደዚሁ እየተረጎምኩ ማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ የሚስተካከል ነገር ካለ አሳውቁኝ፣ አስተካክላለሁ። هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجاح بأندنت ودسكيت.